تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إشراك الشباب في العمل والكفاءات المحلية في العمل السياسي والحزبي، وبعد مشاورات ولقاءات هادفة مع الأخ سيدي محمد بن رشيد عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، قررنا بقناعة شخصية على أن ننضم إلى هذا الحزب الوطني، الحزب الكبير، الحزب الذي له مكانته الوطنية وله رجالاته وطنيا وجهويا ومحليا. وانضمامنا لهذا الحزب الذي له دور، له مكانة كبيرة في الأقاليم الجنوبية الثلاثة بالمملكة، خصوصا بهذه الجهات، بفضل المجهودات التي يقوم بها الأخ مولاي حمدي ولد الرشيد منسق الجهات الجنوبية الثلاثة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وما تحقق من تنمية بهذه الجهات من طفرة على مستوى البنية التحتية، وإيمانا منا بما ركمناه من تجربة في مجال التدبير ومجال التسيير، أن نضع إمكانياتنا رهن إشارة هذا الحزب، كذلك لنساهم جميعا في الرفع من مسيرة التنمية التي تعرف هذه الأقاليم الجنوبية بقيادة رشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.